وبشأن تمسك ثوار ثورة تشرين بمبدأ السلمية رغم الاغتيالات والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات والقوات الأمنية ضدهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة ميسان الناشط في التظاهرات علي الكاظم. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني على الرغم من استمرار جرائم اغتيال الناشطين والمتظاهرين على أيدي القوات الحكومية وأيضا الميليشيات، والتي كان آخرها اغتيال الناشط أمجد لدهامات، إلى أنكم تمسكتم بالسلمية، ما الذي دفعكم إلى هذا الخيار أستاذ علي؟ مساء الخير أستاذ عليك وعلى جميع المشاهدين والمستمعين الأكارم. طبعا لم يكن الشهيد أمجد لدهامات وآخر شهداء سلميين للتظاهرات ما حصل في محافظة البصرة قبل أيام من اغتيال الناشطة دكتورة ريهام يعقوب، هو ما أكد على استمرار العصابات والمافيات والميليشيات الغير مستفيده من الاحتياجات بعمليه اغتيال لهؤلاء الناشطين المدنيين السلميين. اما بسبب يعني لماذا نختار السلميه؟ لان سبب السفاح المسلح واختيار السلاح هو سوف يدعو جميع الجهات الخارجيه والداخليه الى اخماد هذه الثوره، وسبب خروجنا بطريقه سلميه ان الماده الثانيه من الدستور باب الحقوق والحريات كفل للجميع الظهور بمظاهرات سلميه واحتجاجات غير مسلحه، لهذا نحن نتمتع بحمايه دستوريه دوليه وقانونيه في العراق وخارجه، واستعمال السلاح هو امر مدفوع من بعض الجهات الداخليه والخارجيه من اجل اخماد هذه الثوره التي حققت ولا زالت تحقق الكثير من المكاسب للعراق وشعبه. طيب أستاذ علي، هل ترون أن موضوع دفع ثورة تشرين إلى خيار العنف هو فخ وكمين يراد للثورة أن تقع فيه؟ يعني بكل تأكيد أستاذ العزيز، بسبب ما وصلت إليه الثورة من نجاحات حققتها ابتداء باستقالة حكومة القناص وتغيير قانون الانتخابات والمفوضية واستمرارنا ومطالبتنا بالكثير من الأمور على اثرها، ايضا اليوم تم رفع امر بايقاف عقود هذه النقابه، نحن مستمرين بمطالبنا الاحتجاجيه، الشباب الخريجين اليوم يملؤون الساحات في بغداد ويطالبون بحقوقهم وتعيينهم والحصول على فرص عملهم، لهذا اثبتنا ان السلميه هي الحل الوحيد والخيار الانسب في هذا النظام الديمقراطي، لهذا الفخ الذي سوف تضعه الجهات الحزبيه او الميليشياويه في داخل العراق او حتى الجهات من خارج العراق وايرادها اخماد هذه الثوره وإنهاء الصوت الشبابي العراقي الوطني المستقل والحر. أستاذ علي، من وجهة نظركم من هي الجهة بالتحديد التي تريد من المتظاهرين أن يرفعوا السلاح ضد القوات الأمنية وأيضا الميليشيات؟ من هي الجهة التي تريد ذلك؟ يعني بكل صراحة لو كنا نعرف من هي هذه الجهات التي سوف ترفع أو التي تدفع بالشباب إلى حمل السلاح لكنا أعلنا عنها كما أعلنا سابقا عن من تسبب في قتل مجموعه من المتظاهرين او ضربهم بالدخانيات من حكومه القناص وغيرها، لكن بكل تاكيد لا يخلو هذا الاتهام من العناصر الحزبيه والميليشياويه المسيطره على سداد الحكم في العراق سواء في حكومه عادل عبد المهدي او حكومه السيد الكاظمي، وكذلك بعض الجهات العميله من خارج العراق التي لا تريد للعراق سوءا ويبقون وراء الكيبورد ويسعون الى دفع الشباب بالسلاح والسفاح مما يؤدي الى استشهادهم وبالتالي ضياع حقوقهم وحقوق العوائل والايتام والكثير الذي تنتظر من هؤلاء الشباب السلميين ان يحافظوا على مسار هذه الثوره الاحتجاجيه. من محافظه ميسان الناشط التظاهرات علي الكاظم، شكرا جزيلا لكم.